الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله باذن الله عندي واحد طلبيه فيها جوج دجاجات محمرين. صراحه ما قدرتش نهضر بزاف، لي باغ طاروا ليا ضرا لي بزاف. اليوم غادي نحيدهم ولا نشوف شنو غندير، لان ما ولفتهمش بزاف صراحه الله. المهم كيف قلت لكم عندي طلبيه نتاع جوج دجاجات محمرين، فغنشاركها معكم باذن الله وما خليكم معايا تمشيو فين تشوفوا ان شاء الله نهاري شنو غندير فيه وفين نمشي وفين نجي باش نشوفوا واش غنحيد هاد لي باغ هادو ولا نخليهم ولا. صراحه ما ولفتهمش نهائيا نهائيا، واش كاع الناس بحالي ولا غير انايا. المهم هانتوما معايا ونهاركم مبروك. نتمنى ان الفيديو يكون واضح. فكيف شفتوا معايا عندي خرقوم، عندي قليل من شكين جبير، عندي تقريبا واحد 3 د الفصوص ديال الثوم كبارين حكيتهم، عندي بسيبيسه وقعقله، هي حبه الهيل هي قعقله، وعندي واحد القليل من ملون غذائي وقليل من الابزار. الملحه ما درتش لان دجاج الدجاج عندي مالح، وهنايا واحد تقريبا واحد نص كاس ديال زويته بلديه. كيف شفتوا غادا ملونجي هادشي كامل بهذه الطريقه هذه. نتمنى ان تكون الكاميرا واضحه معكم بهذه الطريقه هذه. بسم الله. هنا هو الدجاج اللي كنت غاسله ومرقده، فغنبدا نشرملو من الداخل. ندخل ليه هاد الشرموله مزيان. شحال هادي ما درت شي فيديو انا كنخدم ونهضر معاكم فيه. الاغلبيه ديال الفيديوهات كنكون كنمونطي، حتى كنمونطي عاد كنبدا نهضر كيكون ليا صداع. المهم هي الهرج ديال الهضره، ف اليوم كاين صداع على شي حاجه، وقلت نطيبو معاكم هادشي. كيف شفتوا دخلوا لها داك الترميله مزيان داخل البنات. صراحه هذه اسهل طريقه كيجي بها الدجاج محمر مدغمر، كيجي زوين رائع بزاف. دخلوا لها هاد البلاصه نتاع الرجيلات هنايا هنايا هكا، ونجيب طنجره باش غادي نحط هي هذه اللي غتهز ليا جوج دجاجات، نديرهم على الصدر ديالهم ونكمل حتى الدجاجه الاخرى هي نكملها. انا البنات الدجاج ما كنديرش فيه الربيع، ورا شحال من وحده يعني كلاس الدجاج ديالي وعجبها بهذه الطريقه هذه. كلها باش كي كيطيب الدجاج ديالو هذه، فهاد الطريقه هذه سهله بالنسبه للاخوات المبتدئات. ممكن نعطيه ممكن ندخلو ديك الثومه لداخل مزيان مزيان بهاد الطريقه هذه، وكنجمعو لها رجيلاتها. غادي ندوز البنات نشلط تقريبا واحد غنغسل يدي واحد نزيد نهضر معاك. انا البنات درت مع شكل الكاميرا كي ندير ليها هكا كنظن واضحه. فهنايا درت تقريبا هنايا كيف شفتو خمسه د البصلات متوسطين، هما اللي غادي نديرهم في الدجاج، فغادي نشلطهم ومن بعد غنضيفهم هنايا على الدجاج وهانتوما معايا. فالبنات هنا بعد ما شلطت البصله هانتوما تشوفو معايا هي هادي، فهنايا غدا نضيفها هنايا طنجرة. صراحة بكاتني هاد البصيلة هادي، حارة البصلة حمرا كتكون حارة، فنضيفها بهاد الطريقة هادي هنايا وهنايا.
صافي هنايا البنات غادي نضيف زيت الزيتون. صراحه الناس اللي ديال عندي هاد لا كوموند هادي ما كيبغوش الطياب بالزيت الروميه، دونك قالك طيبينا بزيت البلديه. فغنضيف تقريبا هاد الكاس هذا ديال الزيت، وهذا نردها على النار باش يطيب لي الدجاج. من بعد ما غنصفي الدجاج ان شاء الله غادي نصفي دوك، غادي نضيف له داك الكبيدات ودوك القنسات نقطعهم قطع صغيره ونضيف لهم ونعسل المرقه ديالي حتى تتقلى مزيان. وانتم معنا فهذا هو قياس ديال المفاش اللي ضفت، ونخلي الدجاج ديالنا يطيب على خاطر خاطر، ومن بعد عاد نصفيوه. وانتم المهم البنات هنا غادي نضيف هاد الكبيدات وهادشي. المهم البنات هنايا قطرت الدجاج ديالي كيف كتشوفوا، ودرته في الصينيه اللي دهنتها بالزبده، وحتى هو دهنته بالزبده وندخلو الفرن. هذا هو الشكل ديالو بعد ما تحمر. هنايا الدغميره اللي قليتها درتها في كوكوط، والزيتون حتى هو نتاع باش يخضروا به، فكلشي سولفتو وداوه واجد حتى يحطوه هما. هنايا انايا الغداء صراحه غير دي بانيت، درت هذه فاخيتاس. الا بغيتو نشارك معكم ان شاء الله المقادير، فصراحه سمحوا لي ما شاركتش معكم المقادير لان فؤاد كان كيتوجع ليا بفمو صراحه، فديرونجاني بزاف. كنت انا فليت على راسي بالدونتي، صدقت هو غادي معايا مسكين، الدروس ديالو كانوا كيضروه بزاف. كانت وحده ديجا عاطيه رونديفو يمشي يزولها وهو ما مشاش، فبقى كيتلف يتلف حتى دراتو وصل على الصح والمعقول وعاد خديتو. هانتوما معايا كملوا الفيديو، صراحه ما شهيتكم في هاد فخيطه، سمحوا لي ما صورتهاش لكم، ولكن ان شاء الله غادي نصورها لكم. فهنايا كانت حتى واحد لا كوموند نتاع البيتزا وليكيش حتى هي، وهانتوما معايا ان شاء الله غندير لكم فيديو خاص لهاد الفخيطه. هادي كتجي زوينه بزاف. هنا البنات جينا للدونتيست بعد ما ساليت روينتي صراحه، جينا للدونتيست. هانتوما كيف كتشوفوا هنايا كانت كبره ليه وحده، كتكبر على وحده نيت نصها محيد وكتكبر عليها، فعطاتو الحريق. وهو الصراحه متبع معاه كيدير معاه الخاطر صراحه ديما. فهنايا دار له البنج عاد حيدها له، ما وجعاتوش ولكن كيخاف بزاف. هو اللي طول بحال هكا باش خلى سنيناتو، يعني الصراحه الوليدات كاع كنظنهم انهم كيخافوا. انا شاده فيه شدوا في حوايجه، فالحمد لله زولناها بسلامات، اللهم لك الحمد، خدينا ليه الدواء وهذا ما كان. مساء الخير البنات، ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال ويعجبكم هذا الفيديو هذا. فوصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، صراحه بركوليا حيدت لي با كيف كتشوفوا، صراحه ما استحملتهم شيء، ما استحملتهمش، ما قديتش نصبر لهم. واخا هي في الدونتيست كيقول لي سنان قربوا يتقدوا، سورتو هذه كانت بدات كتخرج على اختها، وصراحه ما استحملتهمش، ضروني بزاف، ما تقبلتهمش، حاسه بفمي ثقيل، الهضره تلفت ليا بزاف د الحوايج، وعندي مشكله عندي العوجيه، فهو بدا لي بالفوق يتقادو الفوق، قال لي تنتقادو الفوق، عاد نهبط لتحت لان عندي العوجيه لتحت اكثر من الفوق. والفوق كانت عندي كيف قلت لكم السنة خارجه، ولكن قلت ايه خليها تخرج كما بغات تجي، ولكن ما نزيدش نتحمل صراحه، ما صبرتش، هذا هو جهدي، ما كنستحملش شي حاجه تجي على ذاتي زايده الصراحه الله. وهذا ما كانت من الفيديو يعجبكم اليوم ان شاء الله، تكونوا شفتوا نهاري كيف داز بين لا روتين تاع الطلبيه وبين شنو درت في العشيه صراحه، هادشي اللي درت اليوم. وان شاء الله نتلاقى في فيديوهات جدادين، ولا كانوا كيعجبوكم شي نوع نتاع الفيديوهات خاصه يعني بغيتو نبارطاجيهم معكم، فكتبوا لي في التعاليق، وما يكون غير خاطركم ان شاء الله، ونتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد، وصبحوا على خير.